أنا ذاهب إلى البيت. ألا ترى كليبا أولا؟ يكفي أن تراه أنت وأولادك. أمان يا ملك العرب، أمان، حتى صرنا نحس أن القوافي لا تستطيع الاستغناء عنا. لا يا همام، لا تخطئ، يجب ألا نصل إلى هذه الطمأنينة، وإلا عادت غربان العرب وسعاليكها إلى اعتراض طريق القوافل. اقعد يا همام، تعال اقعد إلى جانبي. أعرف أنك مشتاق إلى أهلك، ولكن لدي ما أحدثك وأستشيرك به. بما أنك ترى الأمن مستتبا، أتظن أننا نستطيع أن نتوسع فنستفيد من تدمر والبتراء؟ لا أعرف لماذا. بدلا من انتظار أن يجيء التجار إلينا إلى هنا، نكون مشرفين على طريق التجارة وواحتها بأنفسنا، ويكون طريق التجارة بأيدينا. لم أفكر في ذلك قبل الآن، ولكن إذا شئنا الاستفادة لما لا نستفيد من قمح حوران؟ فرساننا لن يقبلوا أن يتحولوا إلى فلاحين. بل يقبلون، إنهم يطيعونك أكثر مما يطيعون أمراءهم ومشايخهم. تلك هي الخطوة الأولى يا همام، أن يطيعوني أكثر مما يطيعون أمراءهم. ما زال الوقت باكرا على الخطوة التالية. ليس من السهل أن تحول الفارس البدوي إلى فلاح. لقد طال الأمل بهذه التجربة يا ملك العرب، وآن الأوان لفعل ما تريد. لا يا همام، ما زالت البداوة متحكمة في النفوس. أليس من أجل هذا لم يأتي جساس معك؟ لا تجبني، ولكن لو طلبت أن نتحول إلى الزراعة، هل كنت ستقبل أنت معي؟ أنا ميال هذه الأيام إلى السلم، يطيب لي أن لا تحدث حروب وأن نستقر مع أولادنا ونسائنا. يبدو لي أنني بدأت أكبر في العمر، صرت ميالا للاطمئنان على الأولاد. لا، هذا يعني أنك قد عجزت فعلا. أمن أجل هذا تأخذ في الجيش أولادك كلهم؟ أحس أنهم بأمان حين يكونون قريبين مني. ولكن ما يدفعك إلى الضحك هو الذي جعلني أؤيد مشروعك في حماية القوافل أكثر من غيري. تقصد أكثر من أخي الزير؟ مثلا، حتى أخوك الزير سالم لا يستطيع أن يقبل فكرة وضع سيفه في خدمة غيره. ألم تستطع أن تقنعه أن الفروسية هي أن تحمي الضعيف؟ لديه جواب على كل كلام من هذا النوع. يقول لك إن الفروسية لا تعني أن نحمي الضعيف مقابل أجر، ونحن نتقاضى أجور حمايتنا للقوافل التي تعبر البادية ولا نحميها بدافع النخوة. أعرف ماذا يقول، ولكن هذا لم يغير من علاقتك بالزير. ستستغرب لو قلت لك إن هذا يقوي علاقتي بالزير. أنتهي من عملي في حماية القوافل فأعود إلى بيتي وكأسي مع الزير. هناك نوع من الطمأنينة التي لم نكن نعرفها فيما مضى. نعرف الآن أننا لسنا معرضين للغزو، ولسنا مدعوين لأن نغزو. نحن ننتظر الأمر من مليكنا فنخرج، وإلا نحن بين أهلنا. كأننا صرنا ننتمي إلى المكان أو الفكرة أكثر من أن ننتمي إلى قبائلنا. ولكن المشكلة أن الزير حين يشرب يستيقظ في نفسه الاعتزاز بالقبيلة وأحلام الفروسية التي تعيدنا إلى ماضينا وقبائلنا. مثله في هذا مثل أخي جساس. أولم تولموا للفرسان العائدين؟ أولمنا لقبيلتي كلها يا مولاي. ألا تبقى للعشاء؟ سأرى أهلي وأعود. أرسل الأولاد إلى أمهاتهم وارجع. ألا أرى أهلي أولا؟ هل تظن أن ضباع ستسامحني إن لم أرجع إليها حتى لو كنت عند الملك؟ إن كان الأمر كذلك فأنت معذور. قل لي يا همام، كم ولدا لديك في الجيش؟ أولادي من نسائي كلهن 10. هل يطيعونك أو يطيعون الملك أكثر؟ أنا قائدهم في جيش الملك، ولكنني أبوهم، تحتاج إلى غيري لكي يجرب طاعتهم. تستطيعون الانصراف إلى أهاليكم ثم تعودون بعدها إلى عشاء الملك. لا
وأنتم لما لا تذهبون إلى أمهاتكم؟ سألني الملك ولاؤكم له أكثر أم لأبيكم؟ هل سيأكلون الآن؟ بعد قليل. تعال نقعد هنا. أهلا يا ياقوت. ألا تتدرب مع الشباب يا ياقوت؟ فات الأوان على ذلك يا امرأ القيس. يكاد أمرنا ينقضي ولا يتحقق حلمنا. تقصد الذهاب إلى الهند؟ والذهاب إلى الهند. الهند منذ متى وعدتني بذلك؟ معك حق، ولكن كما ترى لم أعد أخرج بالقوافل. درعان هو الذي يخرج بقوافل هذه الأيام. سأكلمه من أجلك. ليتك تفعل حالما يرجع. ولكن ألا تقول لي ما الذي لك في الهند؟ لي أشواق يا امرأة القيس. تتحدث مثل العشاق. وهو العشق يا امرأة القيس. نعم العشق. ألا يكون العشق إلا النساء فقط؟ أنا أعشق بلاد الهند يا امرأة القيس، وكل أمل أن أزورها قبل أن أموت. لن تموت قبل أن تراها يا ياقوت، هذا وعد مني. قم واسكب الطعام الآن. هيا. حارث ابن أختي، تعال يا حارث. ما هذا الكلب يا فتى؟ هذا كلب الملك كليب. ولما هو معك؟ ليرسم حدود مراعينا. أوامر كليب أن الحمى يمتد إلى حيث يصل نباح الجرو، ولهذا لقب نفسه كليبا ويريد أن يسمي ابنه الجرو. ألم تجدي أحدا يكنس عنك حتى تكنسي بنفسك؟ وماذا يضيرني إن نظفت أمام بيتي؟ ما الذي أخرك؟ ألا تعرفين أين كنت؟ أعرف، ولكن أين ذهبت بعد وصولك إلى الحمى؟ جساس هنا منذ الضحى. كنت عند كليب. عند كليب أم عند نسائك الأخريات وأولادك الآخرين؟ وهل يمكن أن أرى أحدا في الدنيا قبلك وقبل أولادك؟ أما كبرت على هذه الحركة؟ عندما أراك أعود إلى بداية الشباب. اخجل يا رجل، نحن خارج البيت وأخي الزير هنا ويسكر طبعا. سبقتني أيها الصعلوك. كنت أستمتع بسماع غزل العجائز. أما زلت تستعذب الكذب على النساء؟ اسمعي، من الذي يحكي عن الكذب على النساء؟ هل تقصد أنني أكذب على النساء؟ أما قلت لك من قبل يا همام إنني في كل مرة أكلم فيها امرأة أكون صادقا كل الصدق؟ قلت لي ولم أصدق.
ولكن لدي ما يضحكك ويجعلك تستمتع بكأسك أكثر من غزل بأم شيبان. أضحكنا معك. أسمعت بهذا من قبل؟ رجل يعتبر نباح كلبه مقاساً للحمى الذي يحميه. أهناك في العرب من يفعل ذلك؟ أخوك وائل، ومن أجل هذا سمى نفسه كليب، وأكثر من ذلك يريد أن يسمي ابنه الجرب. ما كان لمثلك أن يسخر من وائل. ماذا جرى لك؟ لماذا تحتد؟ لا أقبل منك أن تهزأ من وائل. لا شك أنك قد سكرت. لا في سكري ولا في صحوي أسمح لابن امرأة أن ينال من وائل. عار عليك يا سالم، همام أخوك، ويجب أن يكون أخا لوائل أيضا. ما أظنك تحبه أكثر مني. حتى حين رفضتم كلكم مؤازرته في مشروعه لتشكيل جيش لحماية القوافل، أنا آزرته وقلت له حاميته. حتى حين تأنف أنت وجساس من مجالسته لأنه لا يسمح لكما بالاحتباء في مجلسه، أظل أنا معه متحملا ما ترونه مذلة وعارة. لما هذا العرض كله؟ لكي لا يخطر لأخيك الزير الدفاع عن وائل أمامي وكأنني خصم شامت. سامحني يا أخي، ولكنني لا أستطيع أن أحتمل نقدا أو تجريحا بوائل. لم يحدث إلا الخير، تابع شربكما. أنا اكتفيت. أيها المخادع، أنت لم تكتفي ولكنك لم تعد تطيق الجلوس، اذهب حيث شئت سأعرف كيف أجدك. غضب؟ لا لم يغضب، لم يغضب مني على الأقل. هو يغضب دائما عندما يتحدث أي إنسان عن أخيه، فهو يحس أن الدفاع عن كليب صار صعبا. أنت لا تحتمل، حتى الآن ما زلت مصرا على أن تقول عنه كليب بهذه الطريقة. وماذا أقول أيها الحمقاء؟ مولانا الملك؟ هو ملك ويجب أن تخاطبوه كما اعتدتم على مخاطبة الملوك. أنا أخاطبه كما يخاطب الملوك حين أكون معه. ويجب أن تتحدث عنه كملك حتى في غيابه. ستحيروننا يا أولاد عمنا ربيعة، تريدون منا أن نخاطب أخاكم على أنه ملك وهو يريد أن يقرن اسمه باسم الكلب لنناديه كليب، وأنت تلوميننا حين نلبي رغبته ونناديه كليب. نناديه كليبا طالما أنه يرى الجرو رمزا لسطوته، وهذا يعني أنك يجب أن تقف هذه اللهجة الساخرة في لفظك لاسمه. ولكنه سيجعلنا أضحوكة يا امرأة، أضحوكة. تصوروا أن نباح الكلب هو حدود الحمى.